سألوني أن أكتب عنها ذات أزمة بكاء، وهاكم الهطل. من ذا يخبرك بالفقد؟ كم هو موجع. من ذا يخبرك بأن الصغير قبل الكبير بكاك؟ من ذا يخبرك برائحة الانتظار المميتة؟ من ذا يخبرك بأن حفيدة قد أتتك وأسموها باسمك؟ من ذا يخبرك بأن تفاصيل وتقاسيم وجهها تشبهك؟ وكيف لي أن أنسى أو أسلو وهي تذكرني بك؟ ويحه النسيان، كيف يستعجلني وأنا ما زلت أنتظر، وخرافاتي التي أسكنتها مخيلتي بأنك مسافرة وستعودين. مسافرة أنت، نعم، ولكن دون رجعة. مسافرة أنت، نعم، للملك، لبارئك، لخالقك، لرازقك، لمن خلقك ثم أماتك. رحلت أيا كتلة الطهر، رحلت ككومة بياض. أتعلمين أن ابنتيك تبكيانك؟ أتعلمين بأن أحفادك يرتسم أمامهم طيفك فيهيمون شوقا ويتوجعون كلما كان اللقاء بك حلما عابرا؟ أتعلمين عندما أكون في بيتك يتهيأ لي صوتك العذب؟ أتعلمين بأن أولادك لا تزال مسحة ألم تختبئ في تقاسيمهم الفائضة شوقا وحنينا إليك؟ رحلت دون نظرة ورؤية أخيرة لابنك الموجعك فقده. ويا لملامح عيدنا الباهتة دون محياك، وأين هو نوره دونك؟ يا رب سقيا تصبر واصطبار على أرواحنا، أرواح محبيها، هي عمتي وكل النقاء. يا رب أسكننا معها بجوارك بجنتك. يا رب اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين. بقلم ارتواء. تراك درب معاناه.